أن يرحب بكم في هذا اليوم الدراسي حول نظام التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي، والذي ينظمه المجلس في إطار الإسهام الفعال في إرساء منظومة وطنية للتوجيه تهدف إلى تحقيق استمرارية منسجمة للتعلم والتكوين بين مختلف مكونات المنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي. ويشكل هذا اليوم مناسبة مهمة لتبادل الآراء والخبرات والتجارب والحوار البناء في إطار تشاركي يضم فاعلين في المنظومة التربوية، بالإضافة إلى خبراء ومختصين في مجال التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي. كما يعتبر هذا اليوم الدراسي أيضاً مناسبة لتأكيد المجلس على أهمية التوجيه كمفتاح للنجاح الدراسي والمهني والجامعي والتعلم مدى الحياة. حضرات السيدات والسادة، يضم برنامج اليوم هذا اليوم الدراسي بالإضافة إلى الجلسة الافتتاحية ثلاث جلسات عامة تتمحور حول غايات ووظائف منظومة التوجيه، منظومة التوجيه والنموذج البيداغوجي، حكامة منظومة التوجيه الوطنية، ومنظومة النظم المعلوماتية. وستنطلق الآن أشغال هذا اليوم الدراسي بكلمة افتتاحية سيتفضل بتقديمها مشكوراً السيد الحبيب المالكي رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. تفضلوا السيد الرئيس المحترم. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، سيد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات. كما أود أن أبلغكم اعتذار سيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لالتزامات مهنية طارئة. سيدات والسادة الأعضاء، السادة الأساتذة والخبراء، السادة خبراء ممثلو الاتحاد الأوروبي ومنظمة اليونسكو، أيها الحضور الكريم، يطيب لي الترحيب بكم جميعا وشكركم على حضور أشغال هذا اليوم الدراسي حول نظام التوجيه والإرشاد والذي ينظمه المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بإسهام من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. كما يطيب لي وببالغ الاعتزاز والفخر أن أتمنى كرئيس للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي المبادرة الملكية الكريمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية بما تجسده هذه المبادرة السامية من دلالات رمزية قوية وأبعاد دستورية وتاريخية وحضارية وثقافية تسند دعائم هذه الأمة وتعضدها وتفتح آفاقا كبرى للارتقاء بمكانة المكون الأمازيغي في جميع دعائم نموذجنا التنموي السياسية والاقتصادية والثقافية والتربوية كذلك، وهي مسؤوليتنا جميعا بكل تأكيد للتفاعل والارتقاء إلى الغايات التي ينشدها جلالته، ولا أدل من ذلك تأكيده الراسخ في الخطاب التاريخي بأجدير سنة 2001 على أن النهوض باللغة والثقافة الأمازيغية مسؤولية وطنية جماعية، وأن الأمازيغية ملك لكل المغاربة دون استثناء ومبعث اعتزاز لهم وتجسيد لقوة إيمانهم بالمستقبل، مستقبل مغرب التضامن والتلاحم، مغرب الجميع القوي بوحدته الوطنية. حضرات السيدات والسادة، أعتبر أن هذا اليوم الدراسي تملي في هذه الظرفية عدة اعتبارات، لعل أهمها ورش تعديل ومراجعة مجموعة من المقتضيات التشريعية المؤطرة لمنظومة التوجيه والإرشاد، وحاجتنا جميعا كأطراف معنية إلى الانخراط والتعاون الأمثل لإرساء نظام ناجع للتوجيه المبكر في المدرسة والجامعة ومؤسسات التكوين المهني، ومواكبة ومساعدة المتعلمين في بناء مشاريعهم الشخصية وتحديد اختياراتهم الدراسية والمهنية، وهي مسارات ستثري تجربة أبنائنا دراسيا ومهنيا، وستنعكس بالتالي
على جودة حياتهم، كما أنها استثمار أمثل لقدراتهم ومواهبهم وطاقتهم. إننا نتتبع المآلات التي آلت إليها منظومة التوجيه التربوي في بلادنا والإكراهات المتنوعة التي تحد من نجاعتها وفعاليتها على المستوى القانوني وكذلك على المستوى التدبيري، والاختلالات التي تطال عملية وقرارات التوجيه التربوي في كل الأسلاك ومراحل التعليم، مع ما يشكله ذلك من هدر للجهود والموارد المادية والبشرية، وهو ما يسهم في تضخم وعاء الهدر المدرسي والجامعي. وبالرغم من المجهودات والتدابير المتخذة في هذا المجال، فإن ضعف انخراط الأسر والمؤسسات المهنية والاقتصادية وما يساهم فيه المحيط الاجتماعي والثقافي والإعلامي كلها عوامل أيضا تؤثر على الوضع الحالي لنظام التوجيه، وتشكل تحديا كبيرا لنا جميعا للدفع بالمكتسبات المحققة إلى مستويات أرقى من الجودة والنجاعة. حضرات السيدات والسادة، إن معالجة هذه الاختلالات والإكراهات من وجهة نظرنا تجعلنا اليوم في حاجة ملحة إلى رؤية شمولية ومراجعة شاملة لنظام التوجيه، ترتكز على الأرضية والمستلزمات التالية: أولا، استكمال الترسانة القانونية الخاصة بالتوجهات المتعلقة بمنظومة التربية والتكوين على مستوى التعليم المدرسي والجامعي والتكوين المهني، باعتبارها مرجعية أساسية وضرورية. الحسم في أسس ومضامين. ثانيا، الحسم في أسس ومضامين النموذج البيداغوجي الذي جاء به الإصلاح في المناهج والبرامج والتكوينات وحركية المتعلمين. ثالثا، ربط نظام التوجيه بالسياسات العمومية المرتبطة بتفعيل الإصلاح التربوي والنموذج البيداغوجي، حركية المتعلم، العلاقة بسوق الشغل، ربط التعليم المدرسي والجامعي بالتكوين المهني. رابعا، اعتماد صرورة تحضيرية تستوعب مقومات وغايات النموذج البيداغوجي الجديد وأسس الإصلاح برمته، وتعزيز التشارك والتفكير مع الفاعلين جميعا. خامسا، تقوية نظام تقييم المكتسبات عند المتعلمين في كل الأسلاك التربوية، وتعزيز العرض التربوي ونظام الإشهاد ومسالك الإدماج كدعامة لمنظومة التوجيه والإرشاد. سادسا وأخيرا، ضرورة مراعاة الانسجام والتنسيق بين مسالك الدراسة والتكوين، وإلزامية اعتماد أي مشروع للتوجيه على مبدأ التجسير والتنسيق بين القطاعات الحكومية المعنية. حضرات السيدات والسادة، إننا نمر من مرحلة دقيقة بالغة التعقيد ألقت بظلالها على منظومة التربية والتكوين، وهذا ما فرض على أنظمتنا التربوية والتعليمية تحديات جديدة وكبيرة. والإرشاد والتوجيه جزء مهم من أي نظام تربوي يتطلع إلى تحقيق رؤيته المستقبلية المستدامة، وبالتالي أصبح لزاما أن نضع له منهجية تتناسب مع تحولات نظم التعليم والمهن المستقبلية وشخصية المتعلمين، والاستفادة المثلى من التقنيات الحديثة والممكنات الرقمية تحقيقا للغايات التي تطمح لها بلادنا مستقبلا. وتأسيسا على ما سبق، يشكل هذا اليوم الدراسي فرصة مهمة للتداول والنقاش مع أعضاء المجلس والخبراء والمسؤولين القطاعيين للوقوف على مختلف جوانب هذا الموضوع والإشكالات المرتبطة به، ومحاولة تدارك النقائص والثغرات التي يمكن أن تشوب مشاريع النصوص المعنية به من أجل تجويدها وإحاطتها بكل ضمانات النجاعة، غاية في إرساء نظام جديد وشامل للتوجيه مرتبط بمشاريع الإصلاح التربوية وغايات النموذج البيداغوجي
ومستوف لعمق الإصلاح المنتظر الذي جاءت به الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار. حضرات السيدات والسادة، تلكم قناعتنا من هذا اليوم الدراسي، وهي إبراز أولوية التفكير الجماعي والبناء التشاركي لمقترحات وتوصيات يمكن استثمارها في مراجعة نظام التوجيه والإرشاد، ولليقين أن الاستثمار في تقاسم عدد من الأفكار والعناصر الإطارية التي ستغني الموضوع ستسهم في الخلوص إلى توصيات عملية تتوخى تحقيق مبدأ جوهري ومفيد، هو مواكبة ومساعدة المتعلمين في بناء مشاريعهم والشخصية وتحديد اختياراتهم الدراسية والمهنية بناء على ميولاتهم وملكاتهم. وإننا سننتظر باهتمام ما سيسفر عليه هذا اليوم الدراسي من اقتراحات وتوصيات بناءة، وكل الشكر والتقدير للأساتذة الأجلاء وإلا كافة المشاركات والمشاركين في هذا اللقاء الدراسي الذين قبلوا المساهمة معنا بآرائهم ووجهات نظرهم في تسليط الضوء على موضوع لا زال يحتاج إلى إصلاحات جذرية منخرطة في سيرورة التحولات السريعة التي يعرفها العالم. وختاما أتمنى لأشغال يومكم الدراسي كامل النجاح، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا لكم سيد رئيس. والآن سيتفضل سيد شكيب بن موسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإلقاء كلمة حول هذا اليوم الدراسي. تفضلوا سيد وزير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، سيد وزير إدماج الاقتصاد والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، السيدات والسادة أعضاء المجلس، السيدات والسادة ممثلو القطاعات الحكومية المعنية والخبراء، أيها الحضور الكريم، أود أن أتقدم بداية بالشكر الجزيل للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي على تنظيم هذا اليوم الدراسي الذي يتناول إشكالية هامة من إشكالات منظومة التربية والتكوين في علاقاتها بالمنظومة الاجتماعية والاقتصادية، وهي مسألة التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي الذي يشكل رافعة أساسية لإرساء الجودة على مستوى المدرسة العمومية، وخاصة في ارتباطها بالاندماج الاجتماعي والمهني للشباب. لقد حدد النموذج التنموي الجديد لبلادنا 5 أهداف تنموية كبرى في أفق سنة 2035، جعل ثانيها خلق رأس مال بشري ذي قدرات ومهارات عالية من أجل مغرب الكفاءات. ولبلوغ هذا القصد راهن النموذج التنموي الجديد على مجموعة من الاختيارات الاستراتيجية، جعل على رأسها ضمان تعليم ذي جودة للجميع بما يمكن كل متعلم من اكتساب المهارات الأساسية لضمان اندماجه الاجتماعي ودعم نجاحه الأكاديمي والمهني. حضرات السيدات والسادة، لقد خصت مختلف المرجعيات الرسمية مجال التوجيه المدرسي والمهني بأهمية كبرى، حيث انتقل به الميثاق الوطني للتربية والتكوين من مقاربة تقنية إدارية قائمة أساسا على تدبير تدفقات التلاميذ إلى مقاربة تربوية. كما أعطت الرؤية الاستراتيجية وبعدها القانون الإطار نفسا جديدا لهذا المجال ومكانة خاصة، بأن جعله مكونا من مكونات النموذج البيداغوجي. وفي نفس السياق أكد النموذج التنموي الجديد على أهمية نظام التوجيه كرافعة أساسية من رافعة المنظومة المتكاملة للنجاح المدرسي، وذلك بالاكتكاز على المشروع الشخصي للمتعلم كأساس لعملية التوجيه.
وتمكين المتعلمين من انفتاح العالم المهني لمساعدتهم على اكتشاف المهن وسوق الشغل، بالإضافة إلى تعزيز العقد التربوي والتكويني بتوسيع قاعدة المسارات المهنية ذات الجودة والجاذبية. وقبل ذلك، لقد شكل التوجيه المدرسي والمهني موضوع عناية ملكية سامية، حيث دعا جلالة الملك حفظه الله في خطاب الذكرى 65 لثورة الملك والشعب في 2018 إلى اعتماد نظام ناجع للتوجيه المبكر لمساعدة التلاميذ على اختيار حسب مؤهلاتهم وميولاتهم بين التوجه للشعب الجامعية أو التكوين المهني، مع إعطاء الأسبقية للتخصصات التي توفر الشغل، والتزاما منها بتفعيل توجيهات جلالته السامية. انكبت الوزارة على وضع تصور شامل لنظام التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي بارتباطه بقطاعي التكوين المهني والتعليم العالي، بحيث يرتكز على محورية مشروع شخصي للمتعلم باعتباره آلية تجسد اختيارات المتعلم وفق قدراته وميوله. يرتكز هذا التصور على ضرورة مواكبة المتعلم من طرف المتدخلين بالمؤسسات التربوية والتكوينية في سيرورة مشروعه الشخصي منذ التعليم الابتدائي إلى الاندماج في الحياة العملية، وبالتدرج عبر أسلاك التربوية والتكوين بالتعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي في إطار رؤية مندمجة وعمل تشاركي وتكاملي بين مختلف الفاعلين من القطاعات الثلاث. وهكذا، وتعزيزا لحق المتعلمين في المساعدة على تدقيق اختياراتهم المتعلقة بالتوجيه، عملت الوزارة على ضبط خدمة المواكبة التخصصية المسندة للمستشارين في التوجيه التربوي وفق معايير وضوابط للجودة بمكوناتها الثلاث المتمثلة في الإعلام المدرسي والمهني والاستشارة والمواكبة النفسية الاجتماعية، إلى جانب إعداد عدة خاصة بموارد منهجية وعملية تهدف إلى ضمان الاستجابة لطلبات المتعلمين وحاجاتهم وخصوصياتهم. وسعيا إلى دعم إعمال هذه المقاربة التفريدية، تم الاشتغال على توفير الشروط الملائمة من خلال برمجة تعميم فضاءات التوجيه المدرسي والمهني على جميع المؤسسات الثانوية، والرفع من أعداد المستشارين في التوجيه التربوي في إطار مخطط تكويني لمضاعفة أعداد الممارسين حاليا بالمؤسسات الثانوية، والبالغ عددهم اليوم 1127 مستشارا. فقد تم منذ سنتين اقتراح تكوين 1400 مستشار إضافي على امتداد 4 أفواج، وتم تخريج أول فوج فيه تقريبا 350 مستشارا نهاية السنة الدراسية الماضية، وهذا السنة كاين تقريبا 320 مستشار متدربا سيتخرجون نهاية السنة الدراسية المقبلة، وغنستمر بنفس الوتيرة حتى نوصل للعدد اللي هو محدد. كما عملت الوزارة كذلك وبتنسيق منتظم مع قطاع التكوين المهني على إرساء مسطرة جديدة للتوجيه المدرسي والمهني تدمج التكوين المهني كاختيار قائم الذات إلى جانب باقي الاختيارات الدراسية الأخرى، وتعتمد تدبيرا رقميا شاملا لكل العمليات المندرجة في إطارها عبر منظومة مسار. كما تم
ولأول مرة في تاريخ مسطرة التوجيه تخصيص محطة أولى من هذه المسطرة لفائدة التلاميذ السنة الختامية من التعليم الثانوي الإعدادي، بهدف أولا تمكينهم من التعبير عن اختيارات الدراسة عن اختيارات دراسية أولية مصحوبة بأهدافهم المهنية المستقبلية وميولاتهم الدراسية والمهنية عبر استمارات خاصة. ثانيا تمكينهم من التعرف على آراء المستشارين في التوجيه التربوي بخصوص مدى انسجام اختياراتهم مع جانبيتهم ومن تعديلها عند الضرورة قبل الشروع في إجراءات الحسم فيها عبر آلية المؤسسية الموضوعة لهذا الغرض. ووعيا بضرورة اطلاع المؤسسات التعليمية بوظيفتها التوجيهية، نحرص على إدماج مكون التوجيه المدرسي والمهني في مشروع المؤسسة المندمج، بالإضافة إلى برامج وأنشطة الأندية التربوية. وتعزيزا للبعد التربوي البيداغوجي للتوجيه، أدرجت الوزارة مكونا خاصا باستكشاف المهن والمشروع الشخصي للمتعلم ضمن البرامج الدراسية للمستويات الثلاثة الأخيرة من التعليم الابتدائي، وأعدت دليلا خاصا بأنشطة هذا المكون ووضعته رهن إشارة هيئة التدريس، بما يسمح للمتعلمين منذ سن مبكرة باكتساب معارف ومهارات مرتبطة بالانفتاح على العالم المهني. ودعما لقدرات باقي الأطر في تفعيل الوظيفة التوجيهية للمؤسسات التعليمية، تم إدراج مجزوءات خاصة بدعم المشاريع الشخصية للمتعلمين ضمن التكوين التأهيلي لهيئة التدريس بالابتدائي والثانوي ولأطر الإدارة التربوية وأطر الدعم التربوي والإداري والاجتماعي بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين. حضرات السيدات والسادة، تسعى خارطة الطريق إلى إعطاء دفعة قوية لهذا التراكم مع فتح آفاق جديدة لتجاوز العديد من الإكراهات والمشاكل التي تحول دون الارتقاء بنظام التوجيه. لقد حددت خارطة الطريق هذه كما تعلمون ثلاث أهداف استراتيجية تروم ضمان جودة التعلمات وتعزيز التفتح والمواطنة وتحقيق إلزامية التعليم، وذلك عبر التزامات متكاملة، بحيث يحظى نظام التوجيه بمكانة خاصة ضمنها باعتباره مدخلا من مداخل أساسية لتعزيز النجاح الدراسي وضمان مواصلة المتعلمين لتمدرسهم في مسارات دراسية تتلائم أكثر مع ميولاتهم وقدراتهم الفعلية. وهكذا ركزت خارطة الطريق على ضرورة تمكين المتعلمين من اكتساب المعارف والمهارات الأساسية وتيسير شروط تفتحهم ووجوب تتبعهم ومواكبتهم بهدف الرصد والمعالجة المبكرين لاحتمال مراكمتهم للصعوبات والتعثرات المؤدية للانقطاع، وكذا تمكينهم من الاستفادة من توجيه جيد في كل محطة مفصلية من سيرورة تمدرسهم. كما تعلمون فإن نسبة التلاميذ المتمكنين من تعلمات الأساس بالتعليم الابتدائي لا يتجاوز حاليا 30%، ولهذا السبب حددت خارطة الطريق هدفا استراتيجيا يتمثل برفع هذه النسبة إلى 60%، إذ لا يمكن فصل الارتقاء بمؤهلات المتعلمين عن مسألة التوجيه، فالتكوين المعرفي الجيد يساهم في تيسير اختيارات التلاميذ كما أنه يضمن فرصا أكبر لتوضيح المسارات وأفاقها أمامهم. ولتقليص نسبة الهدر المدرسي كذلك،
يشكل نموذج مدرسة الفرصة الثانية المندمج في الإعداديات مسارا تعليميا يزاوج بين التعليم العام والاستئناس المهني وفق هندسة بيداغوجية ملائمة وخاصة لفائدة هذه الفئة من التلاميذ داخل الإعداديات. وستعمل الوزارة على مواصلة جهودها من أجل إرساء الأسس الكفيلة بتطوير الوظيفة التوجيهية لمؤسساتنا التعليمية وتركيزها أكثر على المتعلم كمحور لجميع التدخلات التخصصية والتدبيرية والتربوية في هذا المجال. كما ستعمل الوزارة كذلك في إطار تفعيل مقتضيات خارطة الطريق هذه على إعادة النظر في الهندسة البيداغوجية بالتعليم الثانوي ولا سيما فيما يتعلق بتنويع المسارات وبتنوع وضعية المتعلمين. وفي هذا الصدد نعمل على تعزيز التنسيق مع قطاعي التكوين المهني والتعليم العالي لضمان استدامة التعلم والتخصص التدريجي والانسجام الداخلي للمسارات المتوفرة والمحدثة وإرساء الجسور والممرات، ذلك باستثمار خلاصات الدراسة التقييمية المنجزة للمسارات المهنية بالتعليم الثانوي واستئناسا كذلك بالتجارب الدولية الرائدة في هذا المجال. وأستغل هذه المناسبة لأوجه دعوتي لقطاعات الوزارية الثلاثة إلى مواصلة العمل المشترك في أفق الوصول إلى نظام وطني مندمج للتوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي ضامن لمواكبة المتعلم على امتداد سيرورة تمدرسه وتكوينه. وأملي أن يكون هذا التنسيق وهذا التعاون بيننا مدخلا حقيقيا لحل المشاكل ورفع الإكراهات التي تعيق الارتقاء بمنظومة التوجيه. ويمكنني أن ألخص هذه الإشكاليات في أولا الهندسة التكوينية مع ما تعنيه من إعادة التفكير في الشعب والمسارات المهنية وآلية تدبير التدفقات في استحضار المستويات البيداغوجية الحقيقية للمتعلمين مع ربط هذه التوجهات مع سوق الشغل. ثانيا كيف نعمل على إرساء النظام المعلوماتي المشترك ومشترك وفعال للتوجيه. وثالثا سبل لوضع نظام انتقاء موضوعي قائم على معايير شفافة لتعزيز التوجيه على جميع المستويات مستويات المنظومة. حضرات السيدات والسادة، لا يسعني في ختام هذه الكلمة إلا أن أنوه مجددا بالمجهودات التي يقوم بها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي لإغناء النقاش وإبداء رأي حول العديد من القضايا الإصلاحية الهامة التي تهم منظومتنا التربوية. كما أنوه بجهود مختلف الفاعلين التربويين والإداريين بمؤسساتنا التعليمية وانخراطهم في سيرورة الإصلاح الذي نريده داخل فصولنا الدراسية، وكذا بإسهامات مختلف شركاء الوزارة والتي تتقاطع جميعها حول إشكالية منظومتنا التربوية والتكوينية وسبل إرساء مقومات جودة مدرستنا العمومية. داعيا الله لكم التوفيق والسداد في أشغال هذا اليوم الدراسي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا سيد الوزير. حضرة السيدة والسادة، سيتفضل سيد يونس كوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات بإلقاء كلمة حول موضوع أشغال هذا اليوم الدراسي. تفضلوا سيد الوزير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سيد رئيس، سيد الوزير، السيدة والسادة أعضاء المجلس، الحضور الكريم، غادي نبدا بواحد هي الحقيقة ماشي قصة ولكن سرد واحد الواقعة التي أجد لها علاقة مباشرة بالموضوع الذي اخترناه اليوم من أجل التمييز بين البعد الاستراتيجي والبنيوي والعميق لعملية التوجيه
والبعد التقني والعملياتي واللي عنده علاقة بالبرمجة في هذا المجال. يحكى أنه كانت واحد المقاولة، ربما البعض منكم تعرف هذه القصة هذه لأنها متدارسة ومتداولة في عالم التدبير. يحكى أنه كانت واحد المقاولة تعمل في مجال البناء والأشغال والطرق، والنموذج ديال العمل ديالها كان على أنه تتحط الرحال ديالها في واحد المنطقة من المناطق وتجيب العاملين اللي غادي يخدموا في هذيك المنطقة وتتبقى لمدة شهرين أو 3 شهور أو 4 شهور أو أكثر أو أقل حسب الاحتياج، حتى تدوز هذيك الطريق أو هذيك القنطرة أو هذاك الأشغال اللي خصها تكون هذيك المنطقة. وبينما الناس تخدموا، فالذي ينظر إلى يعني لهذا الشيء اللي وقع تيشوف على أنه كاين العاملين اللي تيحفروا وكاين المهندسين اللي تيخططوا وكاين الناس اللي مكلفين بالتدبير اللي تيتأكدوا على أنه التموين تيوصل وعلى أنه العمليات المحاسباتية تتم وعلى أنه الناس تبدأوا في الوقت، الناس اللي مكلفين بالموارد البشرية والناس اللي مكلفين بكل حسب اختصاصه، والأمور تمشي على ما يرام في هذا المجال. تيجي واحد السيدة أو واحد السيدة إلى بغيتو من أجل الرمزية لهذيك البلاصة وتبقى يشوف وتيقولوا له علاش كتشوف، تيقول لهم أجد أن ما تقومون به ممتاز، فكل يقوم بعمله كما ينبغي حسب اختصاصه، إلا أنه كاين مشكل واحد الطريق ما دايزاش من هنا، وهذا ما يقع لكثير من أبنائنا وبناتنا في مسارهم التربوي أو التعليمي أو المهن. تيستيقظوا في الصباح، تيمشيو للمدرسة، تيقراو، الوالدين ديالهم تيبذلوا واحد المجهود كبير، تيوفروا واحد الميزانية حسب الاستطاعة، تيضحيو حسب واحد المنظور الأمور، ويستمر هذا أياما وشهور وسنوات. في بعض الأحيان تينتقلوا من الدراري تيمشيو يقراو في شي بلاصة، تينتقلوا يسكنوا معاهم، تيكريو ليهم وتيسكنوا معاهم، أو الأب والأم تيتفرقوا باش الأب تيبقى خدام والأم إلا ما كانتش خدامة أو العكس تيمشيو مع الأبناء. واحد المجهود لا يتصور، ولكن نتيجة إشكالية التوجيه هذا المجهود كامل ما تيعطيش النتيجة ديالو، والنتيجة تتقدر تكون البطالة أو عمل لا يرقى إلى المستوى أو الإمكانيات أو الملكات ديال هاد الشاب ولا ديال هاد الشابة، والمدخول باش نقولوها ما تيكونش كذلك مناسب لهذيك الاستثمار اللي دار على مستوى سنين وشهور وسنوات. فقضية التوجيه في نظري يجب أن تؤخذ بمحمل الجد، وأن نجيب فيها على الأسئلة المطروحة، وأن لا ننساق وراء البرامج على أهميتها، أقولها وأعيدها على أهميتها، ومختلف المنصات ومختلف الديناميات اللي الحمد لله بلادنا قطعت فيها أشواط وهي موجودة، ومنها ما سردها السيد الوزير والأمور اللي تكلم عليها السيد الرئيس وأمور كذلك أنا يمكن لي نتكلم عليها وعندي وغادي نذكر البعض منها. فعلى المستوى المجتمعي لابد على أن المسؤولين في واحد البلاد كيف ما كانت يتكون عندهم واحد الوعي على أنه الاستثمار في هذا الموضوع بالذات له عواقب، أو عدم الاستثمار له عواقب حقيقية على تطور مجتمع يعني ككل، وماشي فقط
توفير المعلومة من أجل الاختيار وما إلى ذلك من الأمور، لأنه ما لا نقوله في التوجيه، تنقولوا بزاف الحوايج ولكن ما لا نقوله في التوجيه هو أنه هي دي تلك العقدة اللي عند واحد العدد ديال في المسارات اللي سمينا هذاك المسار المشروع الشخصي للمتعلم. كيفاش كنشوفوا هذا المشروع الشخصي المتعلم؟ واش هو واحد العدد ديال الاختيارات واحد الالغوريتم اللي خصها الدار، ولا واحد المشروع اولا شخصي يعني عنده علاقه مع الحياه ديال الانسان، مع الطموح ديال الانسان، مع الاستشراف ديال الانسان، تسميوه الناس ديال الماركتينغ لا ديمونسيون اسبيراسيونيل، حيت هذا هو بنادم الى اسبير كلك شوز، بغى يوصل لشي حاجه، وهذاك الشيء اللي بغى يوصل ليه راه عنده في المخيله ديالو، وتمت تغذيته حسب المسار اللي عنده. والهو ما بين هذاك الشيء اللي بغى يوصل ليه هذا الانسان والمسار والحقيقه والمها الامكانيات المطروحه هي اللي كتعطي واحد المواطن اللي يقدر يكون صالح اللي يقدر ما يكونش صالح اللي يقدر كذا وكذا وكذا. وكنشوفوها في ازمات متعدده لديمقراطيات عديده، واللي فيها رغم تواجد منصات التوجيه والتدبير والتكوين والميزانيات والاحتجاجات في الزنقه والناس غاديه، حتى واحد ما عجبو الحال. علاش حتى واحد ما عجبو الحال؟ لانك تكون واحد السكيزوفرينيا تعيشها الانسان الى اخر المطاف. وتنشوفوه على مستوى اقل ملي كندبروا على مستوى المؤسسات ديالنا ولا في القطاع الخاص ولا في كذا، غير الموارد البشريه. لان انا بغيت فقط نبدا بهذه العمليه هذه من اجل يعني، وانا متاكد على ان هذه الامور تخالجنا جميعا، فقط التنبيه على انه التوجيه هي قضيه اكبر من ان تكون قضيه برامج او قضيه ملي كندخلوا دابا الموضوع بشكل مسؤول غنقول، ماشي بشكل فكري يعني بشكل عملياتي وبشكل عملي على الاقل، كنلقاو فعلا على انه اهم ما جاءت به يعني الافكار اللي عندنا في البلاد هو هذاك الخطاب ديال سيدنا الله ينصرو 2018 اللي ذكر السي شكيب اللي كيتكلم على التوجيه المبكر. ذكر التوجيه المبكر واللي قال فيه صاحب جلالة نصره الله على انه نعطيه الاسبقيه للتخصصات التي توفر الشغل. وبهذه المناسبه جرت ربما العادة على أنه في المجلس تنتكلموا على القطاع ديال التربية والقطاع التعليم العالي والتكوين المهني. هذه المرة عندنا أربعة القطاعات، عندنا كذلك التشغيل، عندنا كذلك التشغيل، وخا يعني وغنتكلم على مبادرة ملموسة في هذا المجال. فالتخصصات التي توفر الشغل هذه في الحقيقة يمكننا نشوفوها عبر مستويات. لا نوت كونسيبتويال اللي عطيتو اللي وجدتو هي متميزة، كتكلم على ثلاثة المراحل الكبيرة، المرحلة ديال التربية، المرحلة ديال تندوزو من المدرسة للتعليم العالي أو للتكوين المهني، والمرحلة باش تندوزو لسوق الشغل. كنت مؤخرا في المنتدى الاقتصادي الدولي اللي خرج دار قمة حول مجال حول النمو والكفاءات، وصدر تقرير ديالو حول المهن يعني المستقبلية. كاين واحد التوجه نحو تخصص اكبر واكبر، وربما هذا الشيء ما نقدروش نقولوه دابا، اذا تاكدت الامور اللي كتعلق بالذكاء الاصطناعي وحسب كيفاش غادي تعاود تنظم العلاقات الشغليه في العالم، سوف نتوجه اكثر واكثر
الى انظمه للتشغيل تعترف اقل بمنظومه الدبلومات والدراسات الطويله الامد وكذا الى منظومه يعني المكتسبات المهنيه والكفاءات المباشره اللي عندها علاقه بالاعمال اللي هي مطلوبه. وهذه اشكالات نحن بصفه عامه والحكومه بصفه عامه مستعداش لها بواحد الشكل دقيق واني وحقيقي. ما نشوفوش فقط على انه المغرب معزول ربما على واحد الدول تنقولوا الاخرى فيها التقدم التكنولوجي والاخرى فيها كذا، لا. يعني المغرب كذلك مرتبط بواحد الطلب دولي ومرتبط بواحد العدد ديال الامور. اذا نتكلموا على ربما المحطه الاولى ديال التوجيه اللي تكلم عليها السي شكيب. انا غنتكلم عليها بالقبعه ديال التشغيل ماشي ديال التكوين المهني. وراه تقالت في الكلمه وفي الكلمه ديال السيد الرئيس كذلك سي حبيب، احدى الاشكاليات الاساسيه هي غياب جوج ديال الفاعلين الاساسيين في منظومه التوجيه. الفاعل ديال اولياء الامور والاباء في وقت لا يمكن للابناء ان يتخذوا قرارات لها ما يكفي من يعني موزونه لي بريسكريبتور ولا سميهم لي انفلونسور ولا سميهم لي بغينا في واحد المستوى متقدم. كل واحد فينا في الحياه ديالو عاش واحد المرحله مع واحد الاستاذ ولا مع واحد الاب ولا واحد الخال ولا واحد العم ولا واحد الخاله ولا شي واحد اللي اثر فيه واللي وراه شي حاجه واللي حبو يا يعني اما في شي ماده ديال القرايه ولا في شي خدمه ولا في شي طريقه ديال الحياه ولا في شي حاجه. اذا هذا المحور هذا هو محور اساسي، وهذه المناسبه انا ادعو الى مبادره شعبيه للتوجيه. وعندنا مشروع في هذا المجال في الوزاره كنقول لكم تحت قبعه التشغيل. شعبيه للتوجيه. بغيت نتكلم عليها. القضيه الثانيه هي بطبيعه الحال المكان الذي يعرف يعني التطورات ديالو اللي هو ديال المقاوله وديال المنظومات ديالنا الاداريه كيف ما هي مصوبه تتحاول دير شراكات تتحاول ولكن داك الشيء راكم تتشوفوا قليل جدا بالموازات مع الاعداد الهائله ديال الناس اللي كاينين في وسط المسالك، ولكن الادهى من ذلك مع الناس اللي خارج المسالك. وراه تكلمنا على الهدر المدرسي. فاذا كنا لدينا صعوبه من اجل اعمال منظومات فعاله للتوجيه داخل المؤسسات اللي فيها الناس وكيجيو في الصباح وعندهم الغياب وعندهم كذا، فما ادراك بالناس اللي خرجوا واللي ما كاينينش في لي سيركوي كما تنقول. اذا هاد الفاعلين خصنا نكون واعيين انه لن نستطيع انهم يدخلوهم في واحد المنظومه الا ما كانش واحد المنظومه عندها واحد القوه الذاتيه ديالها. لن تكون عن طريق الاجتماعات او المحاضرات، خص تكون عندها واحد القوه ديالها. ولعل احد يعني المسارات اللي يمكن تعطي القوه لهذه المنظومه ديال التوجيه المبنيه على التفاعل مع الاباء ومع المقاولات هي ربط التوجيه بخدمه انيه ومباشره وذات وقع على حياه هذاك السيد اللي بغينا نوجهه. والا غنبقاو في التحسيس وما الى ذلك. شنو هي هذه الخدمه اللي معروفه في العالم كله؟ هي التدريب، هي ستاج. ما كاين ما احسن في الانظمه التعلميه، وكاين واحد السيد سميتو ديلت تكلم على هذا الشيء، كاين ستاد المستويات ديال التغير ديال لونغاجمون ديال هي تجيب واحد الانسان ويعيش بنفسه المشكل، كتحل جميع الاشكاليات في دقه واحده. احسن ما تبقى تفسر ليه وتنصحه وتعاود ليه وتقول ليه وتدير لاتيتود دو بروف. تجيبو تيعيش الاشكاليه ديالو، تيتخلط فيها ما هو ديال الاحاسيس مع ما هو ديال العقل مع. اذن القضيه ديال الستاج هي اللي خصنا نتذكروا عليها في التوجيه. شتي دابا
يبدو أنها ما غير مرتبطة بالتوجيه. التوجيه هو الموجهين والبرامج والمنصات والشعب. لا لا، التوجيه هو ستاج. أنا بالنسبة لي هذا شيء مهم، لأن ما كانش عاوتاني المنصات وداك الشيء ما غنديروا والو، ولكن خصنا نوسعوا دماغنا والتعريف ديالنا ديال الستاج. فأن نأخذ طفل عنده 6 سنين أو 5 سنين أو 7 سنين أو شي واحد اللي وصل لواحد المستوى ويدوز نص نهار في واحد المقاولة أو في واحد الجمعية، ولكن بيان بريزون شارج جوج ساعات، بيان بريزون شارج حسن ما ندير له 3 شهور ديال الموجي. مع احترامنا للإخوان والأخوات اللي كيخدموا في هذا المجال، وأنا شخصيا عشت في واحد المرحلة اللي كان الموجي في المدرسة وداك الشيء، كاين ما حسن لأن كنعطي له داك الشيء اللي قلت لكم في الأول اللي هو البعد الاستشرافي والاسبيراسيونيل. كيشوف هذيك المقاولة، كيشوف هذوك الناس خدامين، كيشوف هذيك البيدلة، كيشوف النظام اللي كاين في المقاولة، شوف لا ديسيبلين اللي ما يمكن ما عندوش في الدار، تتكون عنده واحد الصورة. وإلى الإمكانيات ديالنا البشرية والمادية في إطار القطاع العام ما مكنتناش من أننا نديروا واحد الدورية ديال هاد التدريبات، ما كاين مشكل. اللي شاف هاد شي مرة كل 3 سنين مزيان، اللي شاف هاد شي مرة كل 4 سنين مزيان في المسار. إذن السؤال المحوري اللي كيتمخض على هادشي اللي قلت لكم هو كيفاش غتكون عندنا واحد المنظومة فعالة وشعبية. شعبية بمعنى خصها تمشي للطبقات اللي محتاجة لهذا الشيء، اللي ما عندهم حتى شي اتصال بالعالم ديال المقاولة، اللي الآباء بعد ما عرفناهم كاع واش فاهمين ولا ما فاهمينش. إذن هادشي خصو يكون جزء منه داخل المؤسسات ديالنا وجزء منه خارج المؤسسات ديالنا، أي في الأسواق وفي المحلات اللي تيدوزوا فيها الناس إلى آخره. إذن خصنا نتسألوا على الميكانيزم العملي من أجل تدبير الشراكة مع القطاع الخاص بما فيه المقاولات الصغيرة بأهداف جد متواضعة، ما تكونش طموحة بزاف ديال داك الساعة أو داك جوج ساعات وديال هداك التأطير الصغير بالنسبة لواحد الطبقات كبيرة ديال المواطنات والمواطنين ديال. في نظري إلا ما حليناش هذا الإشكال سوف نذهب بعيدا في هذا المجال. غادي تكون عندنا أهداف، ولكن كنظن أن طموحاتنا واللي عبرنا عليها كربما حكومة كذلك هي طموحات مهمة، وكاين واحد الصدق في العمل اللي تنمارسوه اليوم. إذا هذا هو الموضوع اللي خصنا نجاوبوا عليه في نظري، واللي غادي يحل بزاف ديال الإشكاليات أخرى اللي كتطلب واحد المسار قوي وطويل وكبير باش تصاوب على المستوى الإداري أو البيروقراطي. تنخرجوا هاد الشيء من المؤسسات ديالنا، تنديروا شراكات وتنديروا دي جيشي وتيدوروا فيهم عباد الله، وتنشوفوا واحد المنظومة لي ديال الانيماسيون ديال التنشيط ديال هاد الشبكة للتوجيه الشعبية. ولكن التوجيه بالمفهوم ديالو الواسع، ولكن مقرونة بخدمة الشباب والشابات وحتى الأولياء الأمور. وهنا غنوليو في واحد المفهوم جديد جابوا النموذج التنموي اللي تكلم عليه سي شاكيف، اللي هو القطاع الآخر اللي يمكن أن تناط به المسؤولية ديال التنسيق، هادشي ديال العمل الجمعوي ولكن المتخصص، ماشي تناط به مسؤولية التنسيق والتنشيط ديال هاد الدينامية الشعبية اللي خصها تكون على مستوى يعني التراب كله والحضاري والقروي الى اخره. هذه وحده، هذه وحده. اذا احنا متسائلين في اطار المنظومة التشريعية اش غنديروا في هاد لو ستاتيو دو ستاجير اللي ما عندناش اليوم بشكل حيث هاد التدريبات راه انواع، كاين فيهم اللي تيتخلص الانسان، كاين فيهم اللي تيتخلصش الانسان، واش مستاتيو عنده، شحال غادي يدوز، وانتم عارفين الامور كيفاش كدوز، لان هذاك المرحله اللي كدير فيها
l'équivalent du stage qui est le kinder stage et la vérité هي باش توقع التوجيه سور لو طون هي باش تفهم فين غادي هي باش تفهم المسار شنو غادي يعطي وشنو ما غايعطيش وخصنا نسردو في هذا الاطار اشنا هما المؤسسات ديال هذا الستاج ولكن نجيبو حتى لهاد الدراري الصغار اللي تيتكلم معاهم السي شكيب والناس اللي الوسط والناس اللي كيخرجوا في الهضره المدرسي الى اخره إذن هادشي خصو واحد العملية تشريعية سريعة خصو واحد الشراكة مسؤولة مع القطاع الخاص القطاع الخاص نوعان القطاع الخاص اللي عنده إمكانيات وعنده مشاريع ذاتية في كل مقاولة أو برامج ذاتية في كل مقاولة ديال المسؤولية سميتها هذيك المسؤولية الاجتماعية وكاين اللي ما عندوش الامكانيات باش يدير هذه المسؤوليه الاجتماعيه وهنا يمكننا نستمدوا المثال ديال التكوين بالتدرج المهني اللي فيه واحد الاعانه كتعطى لهاد المقاولات مقابل انها تخلي عندها الانسان واحد المده يمكننا نشوفوا شي صيغه في هذا المجال تكون اقل كلفه وتكون كناخذوا الكلفه ديال هذا الستاج ديال هذا الانسان اللي غادي يدوز خصوصا هذوك اللي غيدوزوا اربع الاسابيع وثلاثه الاسابيع وشهرين الى اخره انا نظري الا بغينا ندير واحد الثوره في مجال التوجيه هذا احد المداخل ديالها ما كنقولش هي الوحيد ولكن احد المداخل ديالها وبالمناسبه الديناميه ديال التشبيك من هذا النوع يمكن ان تعطي نفسا وزخما جديدا الفئه ديال الموجهين اللي عندنا في المستويات كله عندنا واحد 160 ديال الناس في التكوين المهني السي شاكيب تكلم على مئات ديال الناس هاد باش هاد الناس حتى هاد الموجهين هاد الجيش ديال الموجهين تيلقى راسو يعني ركب في واحد المسار في واحد السيروره اللي غادي طبعا نفتح واحد الموضوع ثاني هذا زعما غير فكره مبدئيه وديناميه يجب ان تكون ذات عمق شعبي وان تتجه الى الفئات التي تحتاج واللي اوليائهم ما عندهمش ربما الامكانيات الماديه وحتى المعرفيه بشراكه مع القطاع الخاص بشكل قوي مع إطار تشريعي وتنظيمي واضح يؤسس لعلاقة واضحة قد يكون مؤدى عنها إذا اقتضى الحال وبتكليف القطاع ربما الجمعوي اللي يقدر يكون وسيط ولكن متخصص في هذا المجال حتى نعطي للتوجيه آفاقا شعبية عميقة حقيقية تتجاوز الإمكانات الذاتية لكل قطاع أو لكل مؤسسة على حدة إذن في نظري أنا هذا هو البعد الاستراتيجي اللي خصو يتعطى للتوجيه كمهنة وأن يكون موجها إلى خارج المؤسسة وأن يكون مبنيا على هذه الشراكات وعلى هذا النشيط وما إلى ذلك من الأمور بغيت نتكلمكم على موضوع ثاني بعجالة هو سوق الشغل يعرف عدد من التحولات أو التقلبات جميع المساطر المعروفة وتقنيات أو البرامج تعتمد على واحد العدد ديال المرجعيات لي غيم لي غيك لي زابروش دابرونتيستاج راكم تكلمتوا في لا نوت ديالكم على انه ندوزو من 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 يعني لي كومبيتونس لي زابرونتيساج وهذا تراديكسيون هي اللي تتعطي واحد مزيان ومهم هادشي و الا ما درناهش راه غنكونوا عاوتاني تخلفنا على الركب بغيت نتكلمكم على واحد المبادره مهمه قامت بها الوزاره وانا مستعد في القريب العاجل ربما حتى قبل الاطلاق ديالها ك يعني
تتم لهذا الاجتماع المهم وبعد التوصيات اللي غتخرجوا منها باش نديروا لها واحد التقديم. عندنا واحد المرصد دي تقريبا سنه ونص والوزاره خدامه عليه مبني على الذكاء الاصطناعي. مرصد للشغل مبني على الذكاء هو الاول من نوعه يعني في بلدان عديده جدا اللي فيه واحد الخمسه ديال لي كوتش ديجيتو واللي دار فيه واحد العمل كبير في التكوين المهني في التعليم العالي في واحد العدد ديال المؤسسات من اجل اننا نديروا فيه هذوك الشعاب وداكشي واللي فيه واحد العمل كبير كيدار كذلك في علاقه مع سوق الشغل. والفكره هي انه يكون عندنا واحد لو ريفيرونسييل ديناميك des métiers et des emplois et des on va voir les pour les compétences. هذا جاهز او شبه جاهز في الحقيقه. عندنا ربما واحد جوج الاسابيع على اقصى تقدير والفكره غادي نطلقوه كخدمه عموميه موجهه للعموم باش تستافدوا منه وتكون عندك الكوتش ديالك ديجيتال يعني تعطيه سي في وتعطيك المهن اللي يمكن يكونوا عندك وفين كاينين والجغرافيه وداكشي الى اخره. وفي واحد العدد ديال لي موديول منهم ما هو عنده علاقه بالمتعلم ماشي المتعلم المتدرب ولا داك اللي تيقلب على الخدمه الى اخره. وفيه ما عنده علاقه بطبيعه الحال بالقطاعات باش تعطيهم احصائيات وتعطيهم توجهات. تتعرفوا هادشي ديال الذكاء الاصطناعي لا يستقيم الا اذا كانت واحد الطبقه الاولى بروميير كوش مساوبة هي ديال الداتا. تجي ما عندكش الداتا ما عندكش علاش دير ما عندك علاش دير الذكاء الاصطناعي. فدرنا واحد العمل كبير في هذا المجال وملي غنطلقوه راه غادي يكون ان شاء الله عليه واحد الاقبال مهم وكبير جدا بشراكه مع الجامعه محمد السادس متعدده الاختصاصات. والفكره هي اني نجي نقدموا لكم هذا الموضوع هذا ونغنيوه بالنقاش كذلك باش نقدروا نمشيو في واحد العمليه ديال التوجيه والتوجيه الذاتي المبني على الذكاء الاصطناعي وعلى ديناميات سوق الشغل. وهذا المرصد هذا عنده واحد الخدمات متعدده اللي من المفترض انه يعطيها لعدد من الفاعلين اللي كاينين. فممكن نقولوا انه هادشي ماشي هادشي راه حقيقه يعني كاين موجود غادي نشوفوه الى اخره ونتبعوه وغيكون يعطينا واحد المعلومات نفيسه اللي عندها علاقه بالمنظومه ديال التوجيه اللي بغينا ان تكون في علاقه بطبيعه الحال مع سوق الشغل. كيبقى اخيرا بالاضافه لهادشي اللي تكلمنا عليه الشراكات البينيه اللي عندنا كحكومة واللي هي أساسية واللي تذكر جزء منها في الكلمات السيد الوزير مشكورا واللي ربما كذلك يمكننا نطورها أكثر. نعطيكم مثال. تكلم السيد الوزير على المدرسة ديال الفرصة الثانية. كتعرفوا أنهم اللي كنجيو نشوفوا المنظومة ديال التكوين المهني اللي فيها بزاف ديال الأمور اللي دارت يعني عندنا واحد العدد ديال الموجهين عندنا ما يسمى ب مراكز التوجيه الوظيفي لي كارير سنتر انا شفتهم وزرتهم وطرحت الاسئله الى اخره. عندنا مراكز للتوجيه المهني عندنا التكوين المستمر للموجهين منصات الكترونيه بحال دابا في التكوين المهني راه غادي تكلمكم الاخوات اللي غادي يديروا التقديم ديالهم بالنسبه للوزاره غيتكلموا لكم على لي بلاتفورم اللي كاينين الى اخره. ما بغيتش نتكلم في بلاصتهم راه غادي يجي وقتهم ويتكلموا على هادشي. ولكن الشراكات اللي عندنا مع الوزارات لازم حتى هي تكون تمشي لمستوى اكبر واهم ما بين الوزاره ديال القطاع ديال التكوين المهني والتعليم العالي لانه كنلقاو في عدد من الناس اللي داروا التكوين المهني راه تيكونوا داروا التعليم العالي وجاو التكوين المهني كان اللي حط هنا وهنا بالنسبه اللي عنده الامكانيه باش يديرها. إذن غنبدا بالمرحلة الأولى اللي جات لتحت ديال كاع الناس اللي كيديروا الهدر المدرسي تيخرجوا
غالبيتهم تقدروا يكونوا باقين قراب المنظومة ديال التربية والتعليم. هذه واحدة من الجوج، يا غادي نديروا هذاك التكوين التأهيلي وما جاوره، يا غنعطيو فيه لا بورس، يا ما نبقاوش نحلموا. حيت القانون ديال لي بورس اللي عندنا دابا، ما تتكون عندك لا بورس ما تكونش هاد الباك، اي ما عندكش الباك ما عندكش لا بورس. إذن هو كل الدرع المقاس ديال التعليم العالي كرافعة واللي هي مهمة، ولكن يجي واحد اللي تيجي يدير واحد تكون ديال 3 شهور أو 6 شهور أو 9 شهور وتتقول أنك داخل في لينيت وتقطعت به الأسباب، هاد السيد هذا راه ما جا شيء لخاطرو. فإذا ما درنالوش المنح قول صدق معايا ما غادي يكون والو، غادي نقولوا لكم وغنديروا هذا وغنقول لكم درنا اليوم درنا هذا العام زائد 9% ودرنا العام الاخر زائد 15% الى اخره، ولكن الجاذبيه ديال المنظومه ديال التكوين التاهيلي والمدرسه الفرصه الثانيه وحسب حسب في المجالات خاص يكون واحد الجانب اجتماعي مباشر من اجل خلق واحد الديناميه في هذا المجال. اذن هذا كونكري كنجيو نضربوا الحساب، هذا الشيء كيتقام غالي. دابا لي بورس كاع كاملين اللي كاينين في التكوين المهني 130 مليون ولا 140 مليون ديال الدراهم، يستفيدوا منها واحد 30 ألف ديال الناس. هذيك 9% راه نجات من العام اللي فات لهذا العام، زدنا من 29000 32000 ولا شي حاجه بحال هكا. كاين اللي عنده لا بورس كومبليت فيها 6000 درهم، كاين اللي عنده النص ديال لا بورس وفيها واحد المعيار كيفاش كدير هذيك لا بورس، واش باهم مساكنين 20 كيلومتر على المؤسسه ولا اقل من 20 ولا فوق من 20، واحد المسطره الى اخره. إن دابا هذا اختيار جوهري لخلق ديناميه عندها علاقه مع التكوينات القصيره التي شخصيا انظر اليها على انها احسن دواء واحسن توجيه، حيت فيها تقدر تدوز واحد العدد ديال الامور. إذن لي بورس بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الباك فهذاك المده ديال التكوين، وإلا زدنا على داك الشيء الستاج اللي قلنا قبيله، راه عندنا واحد المنظومه متكامله، عندنا واحد المنظومه متكامله. ملي كنشوفوا المؤسسات ديال التكوين المهني كنلقاو انها، وحنا نتفهموا الامر، تتعطي الاهميه القصوى للتكوين في المستوى ديال الناس اللي عندهم التقني المتخصص، وفي بعض الاحيان التقني بنسب تفوق 90%. اولا لان نسب الادماج فيها مهمه، والحمد لله زعما بلادنا متقدمه في هذا المجال، ولكن ملي تنشوفوا عدد المقاعد البيداغوجيه الشاغره في المؤسسات واللي هي ديال سميتو هاد التكوينات اللي تحت، تلقاو اعداد مهمه وشاغره على مستوى. نحن تنتكلموا دابا مع الوكاله الوطنيه لانعاش التشغيل والكفاءات، وكنتكلموا على باش داك الميزانيه المرصده للتكوينات التاهيليه تمشي في جزء منها لهذا المجال، باش نديروا شويه ديال يعني تناسق السياسات، اش كتسمى هذيك التقائيه السياسات العموميه في هذا المجال. غندير واحد التجربه في هذا البرنامج ديال اوراش بالنسبه لواحد العدد الناس اللي داخلين في هذا الشيء ديال اللي هبطوا الى اخره، بمعنى انه يديروا واحد التكوين وماشي يخدموا من بعد الى اخره. ما بغيتش نطول عليكم، ولكن بصفه عامه انا لو ميساج اللي بغيت نتكلم عليه، والاخوان اللي غادي يتقدموا والاخوات اللي غادي يتقدموا اليوم غادي يتكلموا على جميع الامور اللي عندنا كحصيله وكعمل مهم ومميز، واللي صعيب دار في واحد الاطار ماشي سهل، من منصات الكترونيه ومن دلائل ومن مرجعيات، ولكن خصنا واحد الديناميه مجتمعيه فيها شراكات، وفيها خص واحد الناس يتحملوا المسؤوليه ديالهم، يتحملوا المسؤوليه. كيجي القطاع الخاص تيقول لك انا ما تنلقاش الكفاءات، تتقول له راك ما ساهمتيش في توجيه الكفاءات في الوقت المناسب. خصنا نتفاهموا على انه كاين واحد النوع من الضريبه سي فيرتويل، هادشي اللي تنقول لكم ماشي ديال بصح، ماشي ضريبه،
خصنا نتفاهموا ان كاين واحد الضريبه نؤديها جماعيا ملي ما تنقوموش بواحد العمل جماعي. ملي ما تيكونش العمل جماعي كل شيء كيؤدي واحد الضريبه. شنو هو العمل الجماعي المطلوب؟ هو واحد العقد ما بين القطاع الخاص والدوله والمكونين من اجل نتكلفوا بهذا الشيء ديال التوجيه في المراحل ديالو الثلاثه اللي معروفه، ولكن بالميزانيات ديالو وبالوسائل ديالو. الا ما درناش هذا الشيء غنتحملوا المسؤوليات من بعد، وكيجيو دول اخرين وكياخذوا لنا الناس اللي مزيان. يعني في اطار الحركيه الدوليه اللي كتعرفوا راه كاين بلدان بحال دابا المانيا طالبات 850 الف ديال الناس في اطار التحول يعني الطاقي وفي اطار السياسات الاقتصاديه الجديده اللي عندها. دول اخرى في اوروبا وفي الخليج وفي امريكا كذلك عندها طلبات كثيره، وكاين ضغط حقيقي على الموارد البشريه. وملي تنتكلم انا مع القطاع الخاص تيقول لك الله يخليك صيفطوا الناس اللي ما عندهمش لا فورماسيون، وخليوا الناس اللي عندهم تجربه يخدموا معنا. ما عندناش امكانيه باش نديروا هذا الشيء كبلاد، ما كاينش، هذا ضد الحريات ديال الناس. اذن خصكم عندنا واحد المنظومه اللي كنوجدوا فيها الناس على بكري باش تنوصلوا للاهداف ديالنا. انا تسمحوا لي الا اطلت عليكم، ولكن حاولت ان اتقاسم معكم يعني الافكار اللي كنتكلموا عليها، واللي يمكن ان تجمل في 4 أو 5 ديال المبادرات العمليه تنضاف الى كل عمل تقني والمهم والموازناتي والبرمجي اللي كيدار. ولكن خصها تكون جاء الوقت باش الناس الا بغينا نهضروا على التوجيه كموضوع حقيقي بحال اللي جا في سيدنا الله ينصرو في الخطاب ديالو، راه خص الناس اللي كيسيروا البلاد حكومه مقاولات جمعيات ياخذوا المسؤوليه ديالهم ويعرفوا ان كاين واحد الكلفه، يا غنأديوها جماعيا بواحد الشكل ذكي، يا غنأديوها وحنا متفرقين كل واحد على مستوى المقاوله ديالو، غتكون اغلى وبكثير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.